بلغة العلم وبلغة الطب دكتور، ما الذي نعنيه بهذه العبارة رفع الحجر الصحي تدريجيا؟ ما هو المقصود بتدريجيا؟ ما هو البروتوكول المتفق عليه على الأقل؟ تدريجيا بكل بساطة، يعني على مراحل، نحن نجرب على مراحل لمدة أسبوع أو أسبوعين بفتح بعض المرافق، ونرى ما هو التأثير على أعداد الإصابات الجديدة، لأن القطر الكبير في هذه الحالات هو أن تعود الإصابات الجديدة لتشعل بؤر عدوى جديدة، وتصبح المسألة صعبة جدا لإمكانية احتوائها. لذلك الفتح التدريجي هو بمثابة محاولة تلي محاولة على أثر نجاح المحاولة الأولى، وهذا ما فعلناه في إيطاليا. يعني نحن بداية المرحلة الأولى كانت من الرابع إلى الثامن عشر من شهر مايو الماضي، وكانت النتائج جيدة. لذلك شجعت الدولة على أن تفتح أيضا من الثامن عشر حتى الثالث من يونيو، أي بتاريخ اليوم، وكانت هذه المرحلة الثانية، وحتى نتائجها إن كان من المبكر صراحة أن نقول أنها كانت جيدة، ولكن يبدو أن ليس هناك تسجيل إصابات جديدة تختلف، ليس هناك إصابات جديدة. اليوم في إيطاليا سجلتم 71 وفاة و321 حالة جديدة. نعم، هذه أعداد تقريبا نعيشها منذ أسبوع، وهي ثابتة. أعداد طبعا تعود، الوفيات تعود إلى أشخاص أصيبوا بالمرض ليس الآن، ولكن من المؤكد أنهم أشخاص أصيبوا في شهر أبريل أو في بداية شهر مايو. أما الأعداد التي لا تزال تسجل يوميا وترفع أعداد الإصابات، هي للأسف تعود إلى الأشخاص الذين يعيشون في شمال إيطاليا، والذين لم يلتزموا بما كانت التدابير الاحترازية، أي الثلاثية التي أنا أسميها الثلاثية الذهبية للوقاية، والتي هي ارتداء الكمامات والتباعد بين الأشخاص والنظافة الشخصية. ممتاز، أنت الآن تتكلم عن الإجراءات ونريد أن نتحدث عنها فعلا. ما هي الإجراءات؟ ما هي المعطيات؟ ما هي الوسائل التي يجب أن تتوفر عند مباشرة هذا الحجر التدريجي؟ هي أمران مهمان أو ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول هو أن يهبط مؤشر العدوى، هذا ما نسميه R0 أو RT، مؤشر العدوى. عندما يهبط مؤشر العدوى يعني تهبط إمكانية انتقال العدوى وانتشار الفيروس بين الأشخاص في المجتمع. الأمر الثاني هو سهر السلطات المختصة على أن يطبق المواطنون التدابير الاحترازية الوقائية على مستوى شخصي، أي الوقاية باستعمال الكمامات في الأماكن المغلقة، إزالة التباعد أو تجنب التجمع بين الأشخاص، إذن التباعد، التزام التباعد متر أو مترين بين الأشخاص، والثالثة هي أن يلتزم المواطنون بهذه الإجراءات. إذن هذه هي الثلاث أمور التي تساعد في معرفة متى وكيف بداية الانفتاح ل طيب. وطبعا هناك أمر رابع، ولكن برأيي لا يجب أن يكون حاسما في هذه الحالة، ألا وهو الوضع الاقتصادي أو الوضع السياسي.